حتى في دمعتنا السنين ولا تحزن على الجنة أنا إن الأوضاع الصعبة التي يعيشها اللاجئون في الخارج والنازحون في الداخل تدفعهم للتحرك بالمظاهرات للفت انتباه العالم إلى المأساة التي يعيشونها، فهم وقعوا بين سندان المصالح الدولية في سوريا وما تقتضي الظروف الصعبة التي يعيشونها في أماكن اللجوء والنزوح، ومن هذه المظاهرات تخرج رسائل إلى الضامن التركي والدول اللاعبة بالملف السوري بأن عودة المدنيين هو ملف إنساني يجب أن لا يخضع لأي اعتبارات سياسية مصلحية، وأن اتفاق تركيا الروسي يجب أن يضمن عودة المدنيين والأمن لهم إلى قراهم ومدنهم. كنا سابقا عم نقول العودة إلى حدود سوتشي، الآن ما بقت نرضى بحدود سوتشي، بدنا نرجع لكل مدننا وعودة المهجرين كاملة وإسقاط النظام الفاجر وروسيا وإيران. ثورتنا مستمرة بعون الله تعالى حتى تحقيق أهدافها كاملة من إخراج المعتقلين ودحر كل المحتلين عن سوريا الحبيبي.